حاضر يعني ايه درجه؟ اريد درجه اولى واريد درجه ثانيه واريد درجه ثالثه بسرعه كده وباختصار. بتطلعي او بتنزلي درجه، طلعت لابويا يبقى درجه ايه؟ اولى. من ابويا الجد يبقى درجه ثانيه. رحت لابني يبقى ابن ابني اخويا، عشان اخويا لازم اطلع لابويا وانزل، فاطلع درجه لاخويا وانزل لابويا، يبقى اخويا ايه؟ درجه ثانيه. يبقى ابني درجه اولى، ان اخويا درجه ثانيه، ابن اخويا ثالثه، ابن اخويا رابعه. واضحه كده؟ يعني كل ما بتمشي من الاصل للفرع او من فرع للاصل، عشان تروحي لابن العم يبقى لازم تروحي للجد ثم الاب ثم العم ثم ابن العم، فكل خطوه من دول بتبقى درجه. الزوج او الزوجه يعتبر في نفس درجه القرابه بالنسبه للزوج الاخر. يعني حماي ابو مراتي يعتبر في نفس درجه مين؟ ابويا. يبقى الطبيعي مراتي كانها انزل. تمام.